نشرة والأخبار، أهلا بكم. بداية في ملف التعاون، استقبل اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد المبعوث الخاص للوزير الأول الكندي حاملا له رسالة. إلى الشأن الصحي، حيث جاء في بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه بفضل نظام الرصد والإنذار الذي تم وضعه وتعزيزه بانتظام للاستجابة لتطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا، جعل من الممكن استعادة مسار رحلة الجزائري البالغ من العمر 83 عاما وابنته المقيمان بفرنسا، واللذين أقاما في الجزائر من 14 وإلى غاية 21 من شهر فيفريو المنصرم مع أسرتهما في ولاية البليدة، والتي تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما إلى فرنسا بتاريخ 21 فيفريو الماضي. هذا ويضيف ذات البيان أن المعنيان لم تظهر عليهما أعراض المرض إلا بعد مرور 3 أيام من وصولهما إلى مدينة البليدة بتاريخ 17 فيفريو 2020. هذا وقد تمكن المسح الوبائي من التعرف على الشخصين اللذين كانا على اتصال مباشر بالمصابين، وهما امرأة تبلغ من العمر 53 عاما وابنتها البالغة من العمر 24 عاما، وقد تأكد أنهما حاملتين للفيروس، ولكن أصحاء حسب ما أكده المختبر الوطني المرجعي لمعهد باستور، حيث تم بعد ذلك حجرهما صحيا والتكفل بهما. في النشاط البرلماني، استأنف اليوم مجلس الأمة أشغاله في جلستين علنيتين برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صالح جوجيل، يخصصهما لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين. يتعلق الأول بمشروع قانون يعدل القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والثاني بمشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. على مدار يومين ينظم بجامعة المسيلة الملتقى الوطني لإثراء مشروع تعديل الدستور، وذلك بمشاركة أزيد من 70 محاضرا من 28 جامعة وخمسة مراكز بحث علمي تحت شعار من أجل جمهورية جديدة. التغطية لمحمد رضا بوزيان. من أجل جمهورية جديدة، شعار الملتقى الوطني الموسوم بإثراء مشروع تعديل الدستور المنظم بجامعة محمد بوذياف بالمسيلة. أجدد القول أن مبتغى السيد رئيس الجمهورية هو أن يتوصل الجزائريون فيما بينهم لصياغة دستور جزائري خالص، بالاستفادة بكل تأكيد من مختلف التجارب العالمية، يضع الجزائر على السكة الصحيحة من أجل الانطلاق الفعلي والحقيقي نحو بناء مستقبل زاهر إن شاء الله تعالى. إن النية صادقة مع الشعب ولله والوطن، وإن الإرادة متوفرة والله هو الموفق والمستعان. أساتذة وخبراء من 28 جامعة عرضوا خلال يومين أهم التعديلات الواجب إجراؤها كل حسب اختصاصه. مستوى النقاش عالي جداً، مستوى المداخلات ممتاز، كلها تدور حول المحاور المدرجة في رسالة التكليف. يعني في كل جزئية وفي كل محور المتدخلون يعني يبدعون، يعني يعالجون المسائل بعمق كبير 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 جدا، ويقدمون ماذا توصيات في غاية 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 من الأهمية. هذا البرنامج نتاعو الانتخابي لا يمكن أن يجسده إلا بالنظر إلى أسمى وثيقة اللي هي الدستور، هو أحد مطالب الشعب الجزائري. وسترفع هذه المقترحات كسابقاتها إلى لجنة الخبراء للاستفادة منها في دباجة المسودة النهائية لتعديل الدستور وعرضها على البرلمان للمناقشة. تنمويا، رغم أن شعبة زيت الزيتون عرفت تطورا مؤخرا، إلا أنها تبقى بعيدة عن التصدير بسبب غياب آليات الدعم والمرافقة. في نشرتنا نموذج من ولاية شلف، مستثمرة عرفت مؤخرا تصدير المنتج إلى دول عدة، يقول قدور جوابي. زيت الزيتون بشلف عرف هذه السنة زيادة في الإنتاج. مؤسسة مجاجة وبفضل إنتاجها تسعى إلى تصديره إلى الأسواق الخارجية كتجربة ثانية، رغم بعض العراقيل التي يتخوف منها المستثمرون سيما النقل.
حول راح يدو ان شاء الله كميه كبيره ان شاء الله، لكن للاسف قلت لك السعر تاعها في الاسواق الداليه منخفض هذه السنه، لازم نطلبوا من الدوله تساعدنا حتى وان تعاوننا في النقل فقط باش نقدروا نعوضوا مثلا نوع من الخساره اللي تحصلنا عليها السنه. وتعكف المؤسسه على انتاج زيت عالي الجوده، بدايه بحفظ الزيتون وفق معايير تحفظه من التخمر، إلى جانب إخضاع الزيت إلى الاختبار وقياس نسبة الحموضة به. احنا ماذا بينا دائما الزيت تاعنا تخرج بيكر وبيكر ممتاز، اللي الحموضة تاعها تضرب بين 0.01 حتى 3، ماذا بينا في الجزائر زيت الزيتون تاعنا ما تفوتش 3 بها نفس الدول الأخرى، وما هدفش راهم فايتين في النوعية يحافظوا عليها، ماذا بينا الفلاح تاعنا تاع شلف ولا تاع المناطق الأخرى يستحضروا يتعلموا طريقة نزع الزيتون في الصنادق، ما يتعلموهاش في الأكياس، ينحوا العادة تاع الأكياس وتاع التخزين. إنتاج زيت الزيتون عرف زيادة في السنوات الأخيرة، وهو ما يستدعي تحديث شعبة زيت الزيتون بهدف تسويقه وفق معايير الجودة ومرافقة المنتجين. تحتوي ولاية تيرت على 1200 هكتار من العقار الصناعي، مديرية الصناعة تحصي 335 مشروع، ولكن 25 منها هي التي تعمل فقط، كما أن مشاريع أخرى تعرف عقبات إدارية ومالية. عبد القادر بن غنو زار عينتين وعاد بالتحقيق التالي. ينتظر مسيرو مركب طحن الحبوب بمنطقة نشاطات بمدريسة بولاية تيارت رخصة الاستغلال منذ 4 سنوات. المركب بطاقة استيعاب تتجاوز 1400 قنطار في اليوم، مع إمكانية توظيف 50 عاملا بشكل دائم. لكن المطحنة مسها قرار التجميد الصادر عن الوزارة الأولى سنة 2017. كان مشروع تاع مينوتري راه في 5 سنوات باللي مكمل، 5 سنوات هذا تمول مينوتري هو اللي كان مخدمنا وناكلوا معاه الخبز. لي مينوتري هذوما عندنا حوالي 6 مشاريع اي سون يعني واجدين اشوفي اي راكتيف، عندهم يعني مشكل بخصوص الديسيجن كوتا سيسيالس. من مدريسة إلى منطقة النشاطات بسوغر، حيث تعمل مؤسسة في إنتاج عتاد الري على تجاوز العقبات التي حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة. الماك عاونتنا في المشروع، عطاتنا بجمنا العتاد، ومن بعد ما بقاش يمشي معنا في المواد العوالية. طرحت عليهم كيما هم يديروا كاع بعض شراكة بيني وبين البنك. نطالب منهم باش يعاونونا، هنايا راه كاين مؤسسه دايره بدا ماشي غينا غير دابا بالتهديل خدامهم ونصهم راحوا سمحوا. نقلنا الانشغال لمسيري المؤسسه الماليه للاستثمار والمساهمه والتوظيف بالعاصمه، فكان الرد دون تو لي سيكتور داكتيفيتي غير لاغريكولتور اي لو كوميرس. يا دي بروجي وين رانا في 8 سنين، اي يقول لك لا قعدوا معايا ما عنديش اكتويلمون بور اشتي دعوي تو خدموا معايا نخدموا معاه. يا دي بروجي وين رانا ديبي 2012. بي حنا ثاني اون بريفيليجي سكون ابل لي كريدي سانديكي، قال روح عندنا نعطيوك شويه مي نروحوا لي زوت انستيتيوشن فينانسيير اون بو رامي دو لارجون ايور. إعادة النظر في قرارة التجميد في عدد من المشاريع الاستراتيجية وتسهيل إجراءات التمويل من قبل مختلف المؤسسات المالية سيسمح بإنعاش العديد من الوحدات الإنتاجية ودفع عجلة التنمية إلى الأمام. دوليا وفي الشأن الفلسطيني، نظم سكان غزة وقفة احتجاجية أمام مقر الأونروا رفضا لصفقة القرن وسياسة العدوانية الإسرائيلية المتواصلة ضد القطاع. مراسلنا وسام أبو زيد. وسط مخاوف من إنهاء قضية اللاجئين عبر ما يسمى بصفقة القرن، تظاهر اللاجئون الفلسطينيون أمام مقرات الأونروا الحاضنة والراعية لهم في المخيمات والشاهدة على مأساتهم منذ أكثر من 70 عاما. وكالة الغوث هي الشاهد الأساسي والوحيد على الهجرة الفلسطينية، وهي أنشأت بقرار من الأمم المتحدة حتى يعود إلى ديارهم. لذلك إسرائيل وأمريكا يحاولوا يعني شطب وكالة الغوث وتوطين اللاجئين. أنا مستعد أزرع شعيري وأكل الحشيش أكله في وطني، ولكن طول ما أنا لاجئ المفروض أنت تعيشني عيش المحترمة. الأونروا والتي لم تقفل أبوابها يوما أمام المساعدات الإنسانية باتت تعاني من أزمات مالية متتالية، ما أجبرها على تقليص خدماتها لتوفير المعونات الأساسية لآلاف اللاجئين، محذرة في الوقت نفسه من إنهاء أعمالها الإنسانية. على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لإنقاذ الأونروا. الأونروا هو عامل سلام واستقرار إقليمي في المنطقة. الأونروا هي المزود الرئيسي للخدمات هنا في قطاع غزة. الناس هنا تتنفس الأونروا.
أي إخلال في برامج الأونروا أو في عملياتها سيكون له نتائج خطيرة على المستوى السياسي وعلى المستوى المجتمعي. وتزامنا مع الضغوطات على المؤسسات الدولية تتصارع وتيرة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يواجهه الشعب الفلسطيني بتحركات رافضة لتصفية قضيتهم العادلة. فمهما حاول الاحتلال الإسرائيلي من فرض واقع على الأرض إلا أنه لن يتمكن من التغيير في ثوابت الشعب الفلسطيني المطالب بحقه في العودة إلى أراضيه وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. أعلنت الصين عن وفاة 42 شخصا بفيروس كورونا، وسجلت بعض الدول العربية حالات جديدة، في حين اتخذت معظم الدول إجراءات لمواجهة الفيروس. وأمام تزايد بؤر انتشاره حول العالم، دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى استكمال استعداداتها لمواجهة الوباء. هذا المرض انعكس على الاقتصاد العالمي، حيث تشهد السياحة في إيطاليا بشكل كبير تناقص عدد السياح، خاصة في البندقية التي تستقطب في العادة ملايين السياح سنويا. حركة غير عادية، قلق وتفتيش في طرقات إيطاليا بعد ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا. حيطة وحذر خاصة بمناطق الشمال الإيطالي، ما أثر سلبا على الفعاليات الثقافية وعلى السياحة أيضا. البندقية، مقصد سياحي بامتياز، صار شبه خال، حيث تناقص عدد السياح بشكل كبير وتوقفت عدة مهرجانات. خيبة أمل الوحيدة بالطبع أن المتاحف والمناطق الأثرية مغلقة، لا أستطيع الذهاب إلى الأمكنة الجميلة، إلى المتاحف، إلى سان جورجيو. هذا يجعلني حزين لأن عدستي لا تستطيع التقاط هذه الصور. لدينا احتياطات وجب اتخاذها عند عودتنا إلى فرنسا. لا يوجد كرنفال، أشخاص متنكرون في الشارع أضافوا القليل من الحماس في الجو. انتظرنا إثارة أكثر، مختلفة تماما وجوا مغايرا، لكن الأمر يبقى ساحرا. انتشار فيروس كورونا أحدث هالة من الهلع في إيطاليا، وأثر بشكل غير مسبوق على الفعل الثقافي والسياحة كمورد اقتصادي. التقرير كان للزميلة سميحة صياد. وفي الشأن السوري، دخلت اليوم المعارك في شمال سوريا بين قوات النظام وقوات المعارضة المدعومة بتركيا، دخلت مرحلتها الثالثة منذ انهيار اتفاق سوتشي وبدء القوات السورية حملتها العسكرية لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وتميزت هذه المرحلة بدخول القوات الجوية التركية المعركة، وتمكنت أمس من إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين للجيش السوري بناحية إدلب شمال غربي البلاد. في أفغانستان، أعلن الرئيس أشرف غاني عن رفضه لأحد أهم بنود الاتفاق الموقع عليها السبت الماضي بين حركة طالبان وواشنطن بالدوحة، مشددا على صعوبة توافق وتعايش الحكومة الأفغانية مع الحركة. وأضاف غاني أن بلاده ترفض الشق المتعلق بتبادل المعتقلين، والذي يقضي بإطلاق الحكومة سراح 5000 أسير من طالبان مقابل إطلاق الحركة لألف من عناصر الأمن الأفغاني، موضحا أنه ليس من سلطات واشنطن التدخل في تسويات من هذا النوع. في ختام النشرة أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، وللتواصل معنا عناوين الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. إلى اللقاء.